رابط الأندية أعلنت منذ لحظات إعلان طاقم تحكيم أجنبي لمباراة نهائي كأس الرابطة. بالمناسبة يعني بمناسبة الكلام عن التحكيم، وأقول لكم لما نرجع كمان كلام عن وزارة الشباب والرياضة بتتحدث أيضا عن التحكيم وإنها ما تتدخلش في أي قرار يخص اتحاد الكورة بخصوص لجنة الحكام. نشوف تقرير عن الحكام ونرجع بقى نتكلم كثيرا مع حكامنا الكبار. خليكم معنا. ما بين ركلات جزاء غير محتسبة وأخرى غير صحيحة وقرارات عكسية وأزمات في التعامل مع تقنية حكم الفيديو واعتراضات الكثير من الأندية، يعيش التحكيم المصري فترة عصيبة في الوقت الحالي تسببت في أزمات كثيرة خلال مباريات الدوري والكأس، الأمر الذي دفع الأندية ومسؤوليها للهجوم على الحكام بشكل مستمر بعد غالبية المباريات. فرغم دخول تقنيات حديثة من شأنها المساهمة في تقليل الأخطاء التحكيمية وتطوير أداء ومستوى الحكام، إلا أننا ما زلنا نشاهد أخطاء متكررة بشكل مستمر في غالبية المباريات المحلية، وهو ما دعا اتحاد الكرة لاستخدام خبير أجنبي هو الإنجليزي كلاتنبرغ للإشراف على لجنة الحكم والمساهمة في تطوير الحكم المصري. لكن يبدو أن هذا القرار لن يمر مرور الكرام بسبب اعتراض عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على تواجد كلاتنبرغ، بالإضافة إلى رفض أكثر من حكم سابق للفكرة. في الوقت نفسه ظهرت العديد من التقارير التي أكدت فشل كلاتنبرغ في تجاربه السابقة بالسعودية واليونان، وهو ما جعل الجماهير لا تتفائل بإمكانية تطوير التحكيم المصري في فترة قريبة. وأمام هذا كله يتعرض الحكم المصري لانتقادات عنيفة من الجماهير سواء أخطأ أو أجاد. فهل نجد حلاً لهذه الأزمات المتكررة والتي بسببها لن يتواجد التحكيم المصري في مونديال قطر 2022؟ أم ننجح في إعادة التحكيم المصري لسابق عهده ونستعيد الريادة الإفريقية والعربية؟